طبعا الضغط هنا بيبقى ضغط يدوبك حاجة بسيطة خالص مع الصوت بتاعه، أول ما نسمع الصوت نضغط ضغطة بسيطة. هو كده كده بيعمل زي شفط للمحل اللي خارج، وكل قصة ان ده حصل دهيدريشن، الرطوبة طبعا فلحقته وفتحت البيضة كان لسه ما اكتملش. فبنحاول يعني محاولة بسيطة ان شاء الله تنجح. اهم حاجة الضغط يبقى بسيط خالص، يعني اساعده هو بيعمل عملية زي الابسوربشن كده، اهم حاجة بس المنطقة اللي اكون فيها تكون دافية عشان ما يبردش مننا، واحنا كده كده جنب الدفاية. شايفين الطريقة؟ طبعا الموضوع هياخد وقت كبير جدا بس احنا معاه.